يقول من كان مجروحا في يده أو قدمه ووضع قماشا على الجرح ماذا يفعل عند الوضوء؟ هل يمسح عليها أم ينزع قطعة القماش ثم يعيدها إذا توضأ؟ لا ما ينزعها إذا كان قطعة قماش أو جبيرة على جرح أو لصوق على جرح في عضو من أعضاء الوضوء فإنه يكتفي بالمسح على الحائل على الجبيرة أو على اللصوق أو على الشاش الذي على الجرح يمسح عليه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ووضوءه صحيح إن شاء الله. نعم.